الرئيس السيسي يشارك اليوم في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية لندن 2020. بعد انتهاء مهلة النصرية، محتجون في جنوب العراق يقطعون الطرق الرابطة بالعاصمة بغداد. الرئيس اللبناني ترأس اليوم اجتماعا أمنيا لبحث التطورات في البلاد. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يشارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريطانيا أفريقيا للاستثمار 2020 بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية. وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء. نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في لندن وقفة تأييدا وترحيبا بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مقر إقامته بالعاصمة البريطانية. وحمل أبناء الجالية الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي ورددوا عددا من الأغاني الوطنية، كما حملوا لافتات تحمل شعار تحيا مصر. أكدت مصر حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط. قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن البيان الختامي لقمة برلين حول ليبيا يظهر توافق القوى الدولية والإقليمية على خارطة طريق لحل الأزمة، مشيرا في لقاء مع إكسترا نيوز إلى أن الاتفاق يتعامل مع المفاصل الأساسية للأزمة الليبية وفي مقدمتها وقف إطلاق النار. أعتقد أن البيان الختامي هو بيان جيد جدا ومتوازن ومطلوب جدا في هذه المرحلة. البيان الختامي لهذا المؤتمر هو عبارة عن توافق القوى الدولية والإقليمية على خريطة لحل الأزمة في ليبيا. هو ليس وثيقة يعني نقدر نقول إنها تتعامل مع كل تفاصيل الأزمة، ولكنها تتعامل مع المفاصل الأساسية للأزمة وبتعمل توضيح مهم للمسائل الضرورية التي ينبغي معالجتها في هذه الأزمة، ابتداء من وقف إطلاق النار ومرورا بالحل السياسي والأوضاع الاقتصادية والأمنية وبقية الأوضاع في ليبيا. فأعتقد أن هذه الوثيقة هي وثيقة جادة جدا تدل على جدية الأطراف المشاركة، وعندما يعتمدها مجلس الأمن، لأنها ستطرح على مجلس الأمن، عندما يعتمدها مجلس الأمن فأعتقد أنها ستكون مستند مهم يجب على الجميع التقيد به وتنفيذه. يعني نأمل أنه يكون بداية لحل الأزمة في ليبيا. قطع المتظاهرون في المحافظات الجنوبية بالعراق ولا سيما ذكار والنجف وبابل الطرق الرئيسية الرابطة بالعاصمة بغداد. يأتي ذلك قبل تظاهرات دعت إليها التنسيقيات اليوم مع انتهاء مهلة الناصرية التي حددها المعتصمون لتحقيق مطالب إكمال قانون الانتخابات وتجديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وتكليف رئيس وزراء مستقل ومؤقت. قال مسؤولون طبيون عراقيون ان متظاهرين اثنين قتلا واصيب العشرات في المواجهات التي شهدها الطريق السريع المعروف بمحمد القاسم الاستراتيجي الواصل بين شمال وجنوبي العاصمة بغداد. وقام المحتجون بقطع الجسر السريع الدولي باحراق اطارات السيارات تصعيدا للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مع انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المجيد
المهدي الذي يدير المنصب حاليا تصريفا للأعمال. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أحباط هجوم شنه المسلحون في سوريا على قاعدة حميميم غرب البلاد. قالت الوزارة إن وسائل الدفاع الجوي الروسية في قاعدة حميميم رصدت 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير كانت متجهة إلى الموقع العسكري الروسي من الجهة الشمالية الشرقية، حيث تم تدمير الأهداف الجوية المذكورة على بعد آمن من القاعدة، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. يترأس اليوم الرئيس اللبناني ميشيل عون اجتماعا أمنيا في قصر بعبدة. يعقد الاجتماع بحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية للبحث في التطورات والاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان حاليا والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في عموم البلاد. أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل 13 عنصرا من قوات الحوثي بينهم قيادي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب إن الجيش الوطني نفذ عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الحوثيين بجبهة نهم ونجح في تجديدهم خسائر كبيرة، وكان الجيش اليمني قد شن بإسناد من التحالف العربي هجوما واسعا على مواقع تسيطر عليها قوات الحوثي في مديرية نهم. قالت وسائل اعلام امريكيه ان الشرطه تتعامل مع حادث اطلاق نار بولايه هاواي اسفر عن مقتل ضابطي شرطه. من جانبه صرح حاكم ولايه هاواي بان قوات الشرطه تطوق حاليا مكان الحادث، بينما لم تكشف التحقيقات الاوليه عن اسباب الحادث او دوافعه حتى الان. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تطبيع العلاقات الثنائية مع روسيا مرهون بتوقف موسكو عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار. قالت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون اجتمع مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين وأكد له عدم حدوث أي تغيير في موقف بريطانيا بشأن واقعة سالزبري التي كانت استخداما طائشا لسلاح كيماوي ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة على حد تعبيره. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن منظومة النافذة الواحدة تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية. وأكد معيط خلال اجتماع مع عدد من ممثلي المستخلصين الجمركيين أن هناك لجنة تعكف حاليا على دراسة تطوير برنامج الفعل الاقتصادي بحيث يتضمن مزايا تحفيزية للمتعاملين مع الجمارك الملتزمين والجادين الذين سوف يستفيدون من نظام المسار الأخضر للشركات القائمة البيضاء. رياضيا، تغلب المنتخب الوطني لكرة اليد على الكونغو الديمقراطية 28-19 في الجولة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. بهذه النتيجة حقق منتخب مصر العلامة الكاملة في المجموعة الأولى ليصعد لمواجهة الجابون اليوم في أولى مواجهات الدور الثاني. يواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبي بطل الكونغو والمقررة الجمعة المقبلة بجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل مازيمبي الصدارة برصيد 10 نقاط. نفذت شركة سبيس اكس محاكاة لهبوط اضطراري ضمن اختبار لمنظومة الفصل في حالات الطوارئ لكبسولة غير مأهولة. تعد هذه التجربة آخر المحطات الرئيسية على الطريق قبل أن تنقل الشركة رواد إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا إلى الفضاء انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة. لمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.